صديقي مشاهد الاقتصاد والناس، طبعا اولا اهلا بحضرتك في حلقه جديده من البرنامج. ثانيا النهارده بنتكلم عن المناخ، والحقيقه يعني فردنا لموضوع المناخ كذا حلقه في موضوعات سابقه، والحقيقه المفروض انه يعني خلال اشهر قليله مصر او مدينه شرم الشيخ المصريه ستستقبل قمة المناخ العالمي المقبلة. المرة اللي فاتت كانت في مدينة جلاسكو، السيد الرئيس حضر. ايه أهمية قمة المناخ؟ ايه أهمية الاقتصاد الأخضر؟ بتالي بدأ بعد التغيرات المناخية الكثير والتأثر الشديد للمواد الغذائية بسبب تلك المشكلة المناخية، بدأت العالم كله يشعر بخطورة الوضع ويجب تداركه من الآن. فده موضوع حلقتنا النهاردة صديقي المشاهد. هنطلع فاصل سريع نشوف تقرير حلقتنا النهاردة ونرجع نبدأ اللقاء. تولي الدولة اهتماما كبيرا بالتوسع في التمويل الأخضر والمستدام خلال السنوات المقبلة على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية بمشروعات صديقة للبيئة، ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية من القطاع الخاص، بما يتفق مع ما تبذله الدولة من جهود إقليمية في مكافحة التغيرات المناخية. كما تستهدف الدولة زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في العام المالي الحالي إلى 30% في الموازنة المالية الجديدة وإلى 50% في العام المالي 2024-2025 من أجل تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي. من الجدير بالذكر أن الدولة تحرص على تنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية ما بين سندات دولارية وخضراء، والتوجه نحو إصدار صكوك سيادية بما يسهم في خفض تكاليف تمويل التنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم استدامة مؤشرات المالية العامة للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية. تمام، رجعنا لكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. شفنا مع بعض تقرير حلقتنا النهاردة، ويعني كعادته الحقيقة منورنا ومشرفنا في استوديو الاقتصاد والناس أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد الكفافي، رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر وكبير مستشاري الطاقة بالصندوق العالمي للتنمية بالأمم المتحدة. أهلا بحضرتك يا دكتور محمد. أهلا وسهلا فندم، منورنا مرة أخرى. ربنا يحفظك. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك ألف صحة وسلامة. هل فعلا، أنا كنت في البداية بتكلم على إنه العالم كله وعلى ما أعتقد إن مصر كمان يعني بدأ يشعر بخطورة الوضع، هل الوضع البيئي خطر فعلا؟ طبعا العالم بيتواجه اكبر عشان او ما هي اكبر كارثه بيئيه حاليا، وهي بيسموها اللي هو الاحتباس الحراري. تمام. الاحتباس الحراري يقصد بيه ان هو ارتفاع درجه حراره كوكب الارض. تمام. وطبعا ارتفاع درجه حراره كوكب الارض الخطر هيبدا من 1.5، واحنا بقينا في الخطر اقتربنا ل 1.5. طبعا لو وصلنا ل 2 جميع الابحاث العلميه بتاكد ان هيبقى في كارثه. وهي ايه؟ وهي طبعا انصهار القطب الشمالي والقطب الاماكن المتجمده. تمام. يعني ارتفاع منسوب المياه البحار، يبقى اذا في مدن هتختفي بالكامل، وقاره يعني لضغط يتوقع ان قاره استراليا اللي قدر كده تختفي تماما يعني مش هقولك بقى الساحل اسكندريه والمناطق الساحليه، لا ده في قاره هتختفي. تمام. وطبعا هيك على حاجه تانية كمان، التغير المناخي بقى يعني بيتبعه في كائنات حيه هتختفي، هيحصل خلل بيئي رهيب، ان هو ربنا خلينا بنظام في توازن ايكو سيستم. بالظبط، في توازن بيئي. اول درجه حراره هتبوظ التوازن ده خلاص، يبدا في محاصيل تختفي، انواع ثانيه هتنمو، حيوانات هتموت، حيوانات ثانيه هتنمو، فيبدا في مشكله كارثيه. طبعا هيك بقى كان على عدم الاستقرار العالمي بقى، احنا اصلا من غير حاجه العالم بيحارب بعضه. صحيح. عشان الصراع على الموارد بقى يبقى مش صراع من اجل البقاء. صحيح. فهتبقى حروب اشرس واكثر. فطبعا بالتالي وكل ده بسبب حاجه واحده، هو الاعتماد على الوقود الاحفوري عالميا في اكثر من 80%. تمام. يعني عشان احنا نقول العالم كله النهارده تقريبا الافريج 20% طاقات نظيفه او بنسميها جرين انرجي، طاقات خضراء وطاقات متجدده، و80% وقود ما زال حتى يومنا هذا. ده الرقم المتفائل كمان. طبعا، لكن في دول، طبعا في دول لا، في دول بنتكلم في 97 96، طبعا احفور السائد يعني في الاخر. تمام. فلم يعد لنا اختيار غير الاعتماد على مصادر الطاقه النظيفه. معلش سؤال فني بحت، يعني احنا عدنا سنوات وسنوات عقود طويلة جدا عشان نصل طبعا الى الوضع الحرج اللي احنا وصلنا له دلوقتي، من يمكن من الثورة الصناعية، واحنا تمام. كل ده احنا بنعاني منه حاليا، عشان افتراضا انه بدأ العالم يغير من اتجاهاته، وفعلا زي ما كنا بنقول انه بدأ يشعر بالكارثة، عشان نغير ده ونرجع تاني الى بيئة افضل، ده هيحتاج عقود وعقود وعقود. ما عندناش رفاهية الوقت.
أوكي. وبعدين دلوقتي بقى في احنا بقينا اسعد حظا من الاجيال القادمه، بقت في قفزات تكنولوجيه. صحيح. يعني النهارده الطاقات المتجدده بكل انواعها اصبحت ارخص من الطاقات التقليديه. تمام. لان هنبقى صراحه مهما نتكلم عن البيئه، انا دايما بقول يا جماعه طول ما احنا بنتكلم عن المناخ والبيئه بدون ما نتكلم على ارقام واقتصاد لن يستجيب احد. ولا اخرنا العقود دي واحنا عارفين بصحك الطاقه الشمسيه بتدرس في الجامعات وكليات هندسه من السبعينات والستينات. صحيح. في الكتب موجوده. صحيح. انا يعني انا كنت طالب في التسعينات هندسه وكنت بقرا كتب ما كانش في نت بقى. كنا الهاند بوكس العربيه الكهرباء اللي بتشتغل بالطاقه الشمسيه كانت موجوده في الهاند بوك. صحيح. يعني فاذا قديم الموضوع بالظبط. ايه المحرك؟ الاقتصاد. الاقتصاد لما تبقى ذو جدوى اقتصاديه. صحيح. النهارده لا، بنتكلم على مشروعات اصبحت ذو جدوى اقتصاديه. اصبحت ارخص. يعني ان انا النهارده اطلع كيلو وات كهرباء من الشمس ارخص من ارخص من الوقود. خلي بال حضرتك عشان الناس مش واخده بالها. اتفضل. الهيمنة الأمريكية الموضوع بقى له أبعاد سياسية وليس أبعاد اقتصادية فقط، لأن الاقتصاد والسياسة موجهين لعملة واحدة. صحيح. الدولار إيه قوته؟ مربوط بسعر برميل بترول، برميل بترول بالظبط، مش مربوط بالذهب. فإذا تم الاستغناء عن برميل البترول في اقتصاديات كتير في دولة عظمى صحيح هتتضر. صحيح. فهنا يبدا يتحرك عشان بس الناس فيبقى صحيح. لان النهارده خلاص من 4-5 سنين كنت قلت لا الكهرباء الكيلو وات كهرباء لسه الغاز ارخص النهارده لا، الطاقه التقليديه الطاقه الكهربائيه اللي بتنتج من الشمس والرياح ارخص من التقليدي. يضاف عليها كمان ايه؟ الاثر البيئي. دي زيرو اثر بيئي، دي ليها اثار بيئيه طبعا. كل كيلو وات كهرباء عشان الناس فاهمه بيحرق قصاده ربع كيلو جرام غاز او وقود احفوري، وكل ربع كيلو جرام بيحرق قصاده حوالي 6-7 كيلو هواء. مصر بتحرق 80 مليون طن وقود لتوليد الكهرباء والحركه والحياه والنقل والمواصلات. تخيل لما نضرب الرقم ده في 15 يعني بتتكلم في اكتر من مليار متر مكعب. خسائرنا البيئيه سنويا لا تقل عن 20 مليار دولار. ياه. ده مينيمم. ليه؟ ازاي بتتحسب؟ بتتحسب يا فندم 6 يعني العالم كله اتحسب له تقريبا ما يقرب من 6% من الناتج العالمي حجم الاقتصاد العالمي. حجم الاقتصاد العالمي بيعدي 99 تريليون دولار سنويا. امريكا طبعا اكبر دوله اقتصاديه وثالث اكبر دوله ملوثه، هي ليها الصين رقم 2. احنا حجمنا تقريبا 300 مليار، فلو ضربنا البرسنت دي تطلع حوالي 20 مليار. ده مينيمم، ده ارقام متفائله. ارقام متفائله، المتفائله طبعا. تمام. يعني في دول طيب عندنا مشكله. الحل النهارده دايما بتحدث عندما اتحدث عن الطاقه، لان دي اصبحت هي محور الحياه. وبدون طاقه لا يوجد اقتصاد. صحيح. الطاقة الحالية عايزينها تكون بتكلم على صناعة الطاقة وليس إنتاج الطاقة. يعني إيه صناعة؟ إيه الفرق؟ إيه الفرق بين الفرق بين الاثنين؟ إنتاج الطاقة إن أنا هروح أجيب محطات زي ما حصل قبل كده، نتيجة بنحل أزمة كهرباء استوردنا محطات من بره عشان ننتج كهرباء. تمام. أو استوردنا محطات شمسية أو محطات تقليدية وبننتج كده. النهاردة أصبحت أنت بتنتج وبتشغل، لكن أنت ما تعرفش حاجة جوه هذا المكون. صحيح. وإذا باظ ده ستيل محتاج قطع غيار من بره. تمام. تمام. احنا عايزين بقى فرصه بنضرب عصفورين بحاجه. عايزين الطاقه دي مش مجرد بس ان انا انتجها، انا عايز كمان اصنع المكونات الاساسيه بتاعتها. ده في مصر حاليا، في مصر. بنتكلم على مصر، لان احنا رايحين النهارده خلاص الدوله، وحتى لسه في السيد رئيس الوزراء عمل اجتماع من فتره واطلق الاستراتيجيه الوطنيه للتكيف المناخي او التغير المناخي 2050. تمام. يعني بلس بالتوازن مع استراتيجيه وطنيه لرؤيه مصر 2030، في استراتيجيه اخرى اطلقت من بضع ايام ل 2050، يعني 30 سنه ازاي نقدر نتكيف ونتحول الى دوله صفريه الكربون. هل ده ممكن؟ ممكن، لان الصين قالت ممكن. الصين اللي احنا يعني بالنسبه لها ده مصنع العالم. ده بالظبط كده، مصنع العالم ومصدر تلوث العالم كله. تلوث رهيب. هم اوريدي من السنه اللي فاتت رئيس الصيني اعلن انه 2050 هتبقى الصين خاليه من الكربون. يعني ايه خاليه؟ يعني ما ينتجه يستطيع ان يمتصه. اوكي. طيب بالانس يعني. بالانس. ما هو ده اللي نطمع فيه يا فندم. نرجع تاني زي الطبيعه الاول. هو الانسان الارضي عاشت الاف السنين ليه؟ لان يعني الانسان كان بيلوث البيئه، لكن كان بيقدر لكن البيئه كانت قادره على امتصاص هذا التلوث. امتصاص التلوث بالظبط. اللي حصل ان بقى فيه استهلاك شره للموارد. شرع. فبقى عامل حرق ومخلفات. صحيح. والبلاستيكات ويعني في حاجات، في نشاط يا فندم. اي نشاط حضرتك. اللمبه اللي احنا النهارده الاستوديو ده بيلوث ازاي؟ عشان الناس فاكره غلط. الفندق هيقول لك ازاي انت حاك اللمبه دي جايبه كهرباء منين؟ محطه الكهرباء. محطه الكهرباء شغاله بالغاز او بالسولر. يبقى اذا كل كيلو وات كهرباء طالعه من اللمبه دي واحنا قاعدين، وكل كيلو وكل كيلو وات اور تكييف نفس الكلام. اوكي. وحتى لتر الميه كل حاجه في حياتنا. بص يا فندم، الطاقه هي الحياه. معتمد على الطاقه بالزبط. طبعا بالزبط. الناس فاكره الطاقه كهرباء لا 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 بالزبط. الزراعه طاقه، الصناعه طاقه. صحيح.
كله الخدمات. تخيل حضرتك لو احنا اظن احنا عشنا لما كانت الكهرباء بتقطع ساعه واحده الدنيا بتتشل، كانت بتقف خالص. ما بالك بقى لو مفيش نقل ومفيش طيران، طبعا في الانرجي دي خطيره. طب احنا عندنا الحصان الرابح ده المشروع القومي اللي بنطالب الالتفاف حواليه كلنا القادم، هو الجرين هيدروجين. تمام. الناس فاكره الهيدروجين احنا مش معناش عصايه موسى، اللي هو الهيدروجين الاخضر. تمام. يقصد الهيدروجين الاخضر ومش لونه اخضر ولا حاجه، هو طريقه استخلاصه طريقه نظيفه بالزبط. وهو تكسير الميه نطلع منها هيدروجين بالظبط، لا H2O لا بالظبط هيدروجين والاكسجين واحط لها بالظبط. عشان انتج هذه التكنولوجي اولا اقدر اعمل مفاعلات كيميائيه او مش يعني اذا كيميكال رياكتور زي اي محطات بتروكيميكال اقدر بالفاست اقدر اعملها بالزبط. تصنيع محلي. تمام. لان نحتاج توسع محطات كتيره جدا ودي مش صعبه يعني مش صعبه ولو هو موجود منها موجود أوكي. ودايما حضرتك لو دايما بقول يا جماعه ما دام احنا لو لان عايزين ما دام مشروعات عملاقه تقدر تمتص اموال كبيره هتقدر تصنعها. لان دايما المشكله في يا فندم المشكله ان انا يعني مثلا زي ما بقى لنا سنين بنتكلم على الالواح الشمسيه ما بنعملهاش ليه؟ هي مش صعبه ده احنا عندنا الماده الخام والتكنولوجيا حتى نجيبها من بره. المشكله ما عندكش سوق كان يستوعبها أوكي. عشان كده الصين هي اللي هيمنت على العالم. ليه أوكي. الصين مسحت كل العالم في صناعه الالواح الشمسيه ليه؟ لانها اكبر موزع في العالم حاجه ده. فلو قدرنا نتوسع فنكمل فالهيدروجين الاخضر عشان انتجه محتاج طاقه شمسيه. ما انا شغال اشغل محطه بالغاز اطلع منها كهرباء احل الميه مستحيل طبعا ده كلام بالظبط. والنقل القادم كله برضو نهضة عربيات الملاكي شركات كتير 2025 هتوقف البنزين كهربا. وهتشتغل كهرباء فقط وكذلك القطارات وكذلك النقل الجماعي فالعالم كله رايح للكهرباء. اذا انا محتاج والهيدروجين الاخضر محتاج كهرباء. اذا انا محتاج التوسع زي ما عملنا بالبال الكهرباء نفسها بقى بالظبط اللي هي الطاقه اللي على اساسها هيتبني كل الكلام ده كل حاجه. يبقى محتاجين 40 محطة بنبان المحطة العظيمة دي وعندنا الحمد لله الصحارة تسير. ولو الصحراء ما كفتش ديك التوسل العمراني نقدر نغطي أسطح المباني في كل حتة. صحيح. عندنا مباني كتير جدا مش متغطية بالشمس نقدر نغطي هذه المساحات. طب أنا هجيب ما روحش بقى استورد من الصين بقى استورد من أوروبا هجيب منين ال أبدأ أعمل المصانع مصنع هنا. هل دي صعبة النوع هاو مش صعب اقتصاديا هتطلع كمية إنتاج قد إيه أوكي. النهاردة طالما عندي مشروع قومي زي كده كبير بتتكلم فيه أكتر من 500 مليار دولار انا بقول اهو لان مش هتعمل النهارده بتتكلف مشروع على سنوات 20 50 ده لسه بالظبط كده ده مشروع ارقام وبعدين هيخدم احنا مش هنعمله مصر بس دايما بقول مصر عشان يخدم مصر هنطلع عليهم محطات شمسيه عملاقه جدا بقول لحضرتك 40 محطه بنبان المحطات دي هيستخدمها في كذا حاجه هحتاج كهرباء للنقل والمواصلات كله النهارده هحتاج موافات هيدروجين اقدر اطلع هيدروجين لان الناس واخده بالها من حاجه طب انا هودي لان الناس مشكله الطاقه الشمسيه ستيل لحد النهارده مشكلتها تخزينها بالليل لسه غير اقتصادي يعني هي بالنهار صحيح. حلوه جدا صحيح. وبالليل لا طب الهيدروجين الاخضر يمكن تخزينه ايوه ده اللي بيقوله تخزينه بس تخزينه لوكال يعني ما تستغربش ان انا قريب قوي خلال سنوات لان اصبح اسكتلندا عملت كده ان انا اقدر اضخ بدل خطوط الغاز الطبيعي اللي راح البيوت بتاع البيوت هضخ فيها هيدروجين وممكن ويشتغل ممكن. نفس اسكتلندا عملت 300 بيت كده اوكي وبيشتغل عادي بيشتغل عادي جدا وده افيد للبيئه يعني طبعا يا فندم لان بحر الهيدروجين بيطلع اشتغل هل ما زال الغاز الطبيعي هو افضل من المحروقات من هو غاز برضه غير تقليدي برضه يعتبر ملوث للبيئه بس الملوث اقل شويه اوكي بس لسه ما زال ملوث طبعا وبرضه يعتبر احفوري لانه برضه غير مستدام انت عندك مخزون هيخلص طب خطه لتحويل السيارات مثلا لاستخدام الغاز الطبيعي انه افضل للبيئه نسبيا عن استخدام هل دي تضييع وقت ملوش لازمه انا شايف ان بس دي كانت استجابه طبعا هي استجابه بس سريعه نتيجه بص فندم دي اسمها حلول الشورت ران لان انت النهارده عندك مشكله ما عندكش كميه البترول بتستورد لسه مازال ما عندكش اللي هو البنزين ال 92 البنزين نفسه مش مكفيك والوقود السولار تضطر تستورده فخلاص ده اقر الضرر ده احنا تعال نحط قولا واحدا الغاز مكانه الطبيعي هو صناعات البتروكيماويات وليس الحرق اوكي الثروه دي عامله زي ثروه كده يعني عامله زي الذهب ما ينفعش يستخدم في اي حاجه غير ان هو يبقى مخزون امن يعني صحيح. ما ينفعش استخدمه في حلل واطباق يعني صحيح فاحنا بالظبط عاملين زي كده انت ربنا ادانا ثروه فالغاز ده كنا بنضطر نصدر منه نتيجه ظروف صعبه عندنا نتيجه صناعه لكن انا طبيعي لا ولا احرقه يعني وانس تحويل الدنيا الى يعني نسب الطاقه الكهربائيه النظيفه اللي داخله الشبكه المصريه زادت شويه الغاز ده يتم تحويله الى صناعات بتروكيميكال افضل من ما يبقى محروق طبعا يا فندم لان انا ما بحرق طن غاز ببيعه وبطلع منه كهرباء بيع الكهرباء بكام
مش هيجيب لي $1,000. صحيح. انما لو دخلت في صناعه بتروكيميكالز هيجيب لك 5-6 اضعاف بالظبط، يجيب لي 3-4,000 دولار وشغل لي صناعه وقوه عامله وشغل لي ناس وطلع لي ناتج محلي اجمالي. صحيح. فالنهارده انت عندك الفرصه، ده طبعا ده المفهوم، بس احنا مضطرين لظروف حاليه قهريه حاليه. لكن جاست بقول لك التوصف محطات الطاقه الشمسيه، هبقى عندي محطات هيدروجين الناس، بس ده على اساس، معلش انا اسف، اتفضل يا فندم. التوسع في الطاقه الشمسيه على اساس انه مدخلات الانتاج الطاقه الشمسيه تكون من عند من عندي طبعا صناعه، اقول صناعة. صناعه الطاقه لان دي مهمه جدا، صناعه الطاقه الشمسيه. صحيح. صناعه طاقه المخلفات. النهارده عندنا قمامه في كل حته. صحيح. النهارده بصراحه لحد للحق برضه دوله تتحرك في حاجات، بس هقول ايه، احنا ممكن نبقى ريت احسن من كده. تمام. لكن في حاجات كل بدا يعمل يعني، في محطات بدات تعمل بايلوت. صحيح. لكن محتاجين نعمم اكتر من كده، مش عايزين بقى مش اكزامبل، لا عايزين نبقى توسع، لان خلاص اللي جاي صعب جدا. احنا دلوقتي العالم كله داخل على ازمه اقتصاديه خطيره جدا، الدول اللي هتحل بحلول غير تقليديه هي اللي تقدر تنجو. صحيح. انما لكن اللي هيكمل بطرق تقليديه يعني طوفان قادم مش هينفع. صحيح. ان انا هقاوم بطريقه تقليديه. صحيح. صحيح. طب مؤتمر البيئه. تمام. ايه اهميته؟ احنا لسه هنكمل شو كلامنا في الموضوع، عشان مصرية طبعا ده نوع من التقدير المهم جدا. هو هيناقش كل القضايا، بس من اللي انا بتكلم فيه ده هيناقش قضايا المناخ، هيوصل للعالم، لان بيحضروا حكومات. صحيح. ومجتمع مدني وقطاع خاص، كل الدول كل المساهمين بيعمل سخوت سبوت على الكوارث البيئيه، ويقول لك التقدم العالمي حصلنا ايه النهارده، هل احنا بنرجع، لان في قياسات. صحيح. فيقول لك احنا بنرجع ولا بنتقدم ولا رايحين فين، وايه وصلنا لحد فين دلوقتي. ويبدا العالم يعمل اتفاقيات لسياسات جديده لتحفيز التحول للايه، الاقتصاد الاخضر والصناعات الغير ملوثه والكلام ده كله. هو ده اللي غرض. كان في مؤتمر في جلاسكو السنه اللي فاتت، طبعا السنه اللي فاتت اللي حضره السيد الرئيس، وخرج ببعض التوصيات، وكان في بعض الوعود من الدول الكبرى لانها هي اللي تسببت بشكل اكبر طبعا في الضرر البيئي. هل هتتحمل المسؤوليه؟ هل حصل فعلا بعض من تلك التوصيات تم تحقيقها بالفعل على ارض بص الواقع؟ ولا انا عايز اقول حاجه محمد، كلام بقى في الاخر. بص يا استاذ محمد، انا مش عايز اقعد اعلق نفسي بحبال دايبه. صحيح. احنا في زمن كله يشيل دلوقتي، العالم كله في مشاكل رهيبه. صحيح. نبدا احنا بالظبط، احنا بنتكلم عندنا فرص عظيمه. في مشروعات قوميه ممكن نلتف كلها حوالينا، نعملها بنظام اكتتاب، بنظام اسهم، في حلول كتير ماليه بالنسبه للتمويل. تمام. يبدا نطلع، والبنوك دلوقتي ان شاء الله فيها تريليونات الجنيهات تضخ هذه الفلوس في انشاء هذه المشروعات. المهم المشروعات دي تجيب لنا عائد ومشروع سريع. مش حاجه نتكلم فيها 3-4 سنين ولا حاجه، ميزه الطاقه الشمسيه والصناعات دي مش حاجه صعبه. يعني مثلا نقول مثلا على 20، يعني النهارده احنا في شهر 5 اهو، على 2023 الدنيا يبقى عندنا مشروعات. طبعا طبعا فعلا. عشان نقدر نتحرك في هذا الكلام يا فندم. اوكي. اللي انا اقصده حضرتك ده تقول عشان نعمل صناعات قوميه كبيره نقدر، ومش جايين، احنا مش برضو بقول احنا مش قادر ننافس الصين. ومش عايزين نعاديها، احنا عايزين نتعاون معاها. هم مش يقول لا، في الاخر المصالح بتكسب. صحيح. يعني احد الشركات بالمناسبه، احد الشركات الصينيه المعروفه للموبايلات بدون ذكر اسمها، لما نجحت في مصر بتوزع 5 مليون موبايل في مصر، النهارده بيعملوا تفاوض مع التنميه الصناعيه لفتح مصنع موبايلات في مصر. هنا وخلاص عشان نبقى بوابه لافريقيا بالظبط كده، ويبقى اسهل وارخص له من يستورد. ده كلام جميل. اذا لما يتخلق عندك الماركت بيتخلق عندك المستثمر. اوكي تمام. فاذا خلقنا هذا الماركت اللي هو هنتوسع في مشروعات الطاقه الشمسيه والهيدروجين، برضو في حاجه ثانيه نشوطها منها. لما طلع الهيدروجين هنفترض حد يقول لي انتاج الهيدروجين بايه؟ عندي تو ويز، يا اما هضخه في مواسير الغاز. في ناس نيويورك بتخلطه مع الغاز الطبيعي. أوكي. بحيث يقلل الاستهلاك. الاستهلاك حلو. انا ممكن بيور، او الحل الثاني ان انا بدخله في حاجه اسمها خلايا وقود. يعني عباره عن خلايا وقود، دي عباره عن محطات برضه تفاعلات كيميائيه. اوكي. اسمه فيول سيل، اسمه كده. ده تفاعل كيميائي بيقدر يخلي الهيدروجين يطلع كهرباء. بص بقى المفاجاه، لوحده كده كهرباء لوحده، من غير ما يدخل في جنريتر بقى. لا بالظبط، من غير بقى هيست الميكانيكا دي كلها. لا كومبريسور ولا توربين ولا حرق ولا الكلام ده كله. التكنولوجي يعني ده بيبقى ايه بقى؟ دي معروفه فيول سيل. حتى ما ده الصراع الجاي في النقل، في النقل والمواصلات تكمل حاجه. فتخيل بقى مفاعلات زيرو صيانه، لا بقى عندك تربيه تتكسر، مفيش بقى ولا ليك ولا الكلام ده كله. طلع كهرباء تقدر تولدها لمصر وتصدرها للعالم. انا مش عارف اصدر غاز، عشان صريح تصدير الهيدروجين صعب، محتاج ضغط وضغطه عالي جدا ونقله صعب. لقدر انتجه محليا وبالربط الكهربي اقدر اصدر كهرباء لكل دول العالم. صحيح. بقينا بنصدر طاقه نظيفه وتكلفته مش عاليه قوي، ستيل عاليه، بس لما بنتوسع يا فندم في مقارنه بالبلاء. ما هي ده متحسب كده. لما يقول الكلام ده الغاز بحرقه بيطلع تلوث مكلف استخراج البلاء، في الاخر الهيدروجين مش هيبقى عالي. صحيح. وكمل لك المفاجاه الثانيه. طب النقل الكهربائي، في صراع في النقل الكهربائي دلوقتي، في صراع في العربيات. ايه بقى النوعين في العربيه بينافسوا بعض دلوقتي؟ اما تشتغل بطاريه
اللي هي العربيه التحضيريه بطاريه هشحنها من بيت و... وبعد ما تتشحن اللي هي البطاريه العربيه كهرباء تتشحن تمشي. النوع الثاني ان انا هحط فيها هيدروجين. اوكي. وبعد ما الهيدروجين مش هحرقه، الهيدروجين بيتفاعل كيميائيا جوه الفيول سيل دي برضه المتحركه بالظبط تطلع كهرباء تشحن الموتور برضه. هي نفس التكنولوجيا بتاع موتور كهرباء، ولكن انا هنا هطلعها بالشحن، انا هطلعها بالهيدروجين. أوكي. في صراع علامي في الاثنين طبعا، التكنولوجيا بتحارب بعضها واللي هيكسب. لسه الاثنين في المهد يعني، يمكن الكهرباء سابقه شويه. مفيش مهد خلاص، احنا بنتكلم 2025 3 4 سنين الدنيا هتلاقيها. بقول لحضرتك شايفين شركات اعلنت شركات هتوقف ان خلاص مفيش انتاج كهرباء، انتاج عربيات تقليديه تاني. اللي قدم كله سيارات كهرباء من اول 2025 في اوروبا. المفروض في اوروبا في قوانين بتجزم انه التحول الى سيارات الكهرباء بشكل تدريجي. ده بص يا فندم عندهم ديدلاين يعني، ده بالديدلاين ممكن يتسرع عن كده بعد اللي بيحصل في اوكرانيا وضغط وحركه الغاز بتاعه روسيا. صحيح. اكيد اقول لك اشربوا. احنا ما عندناش حل غير التكنولوجيا الجديده دلوقتي. التكنولوجيا الجديده انت عارف حاجه اللي حاشي رغم تكلفتها يا فندم، ما هو النهارده تكلفه بالنسبه للخسائر ما دي قصه هنا. اللي معطل التقدم الانرجي السولار انرجي في اوروبا عندهم الشمس. الناس دي اللي عندها شمس بتاعتنا يعني، تخيل المانيا دي عندها شمسنا، ما كنتش هتلاقي ولا جرام وقود بيحرقوه. صحيح. صحيح. يعني احنا عندنا البعض بيتجه برضو بعد الازمه العالميه بمناسبه اوروبا يعني الى الطاقه اسمها النيوكلير اللي هي الطاقه النوويه. هل دي تعتبر صديقه للبيئه برضو؟ لا طبعا. لا. دي يعني شر لابد منه، بس هي طبعا مش صديقه للبيئه. لا خالص. ليه؟ وبعدين الريسك اولا الخامات، اولا برضو نفس المشكله دايما كلمه صديق للبيئه انك بتستخدم حاجه مستدامه في الاخر. انت بتستخدم مواد مشعه. أوكي. المواد دي لها مخزون هتخلص. صحيح. وغير بقى تتخلص منها بمصايب، بتتعرض تعملها في نفايات واماكن خاصه، زائد بقى الريسك مخاطره لو واحد في الالف يحصل انفجار زي ما حصل في هنا ولا هنا ولا هنا. لا زي تشيرنوبل او اليابان بتقعد بال 300 سنه ما يروحش الاثر. يعني لحد النهارده لو قلنا لحد النهارده الناس مضروره من هيروشيما وناكازاكي. طبعا لحد دلوقتي مضرورين، وفي بيطلع مشوهين واماكن غير ممنوعه الاقتراب منها. صحيح. فهي دي المشكله. أوكي. لكن انا ساعات بضطر لو لقينا خلاص، لان انا لا عندي مصدر طاقه كويس، لا عندي الشمس، ما عنديش رياح كتير وعايز طاقه. لان المانيا مثلا من الدول ده كانوا قفلوا، انا ما اعرفش قفلوا محطه الطاقه الشمسيه، عملوا ريبليسمنت للطاقه النوويه بطريقه رهيبه للمخاطر اللي ممكن المخاطر. هم عايز خلاص مؤمنين جدا، قال لك ده هو شغالين على طاقه الرياح وبعد شويه الشمس كام شويه الضوء اللي بتاع لهم بالظبط. والويست انرجي احنا عندنا كل الريسورسز دي، عندنا مخلفات. طيب. رهيبه. احنا عندنا شعب كثافته عاليه. صحيح. عندنا شمس، عندنا رياح. احنا مستنيين ايه؟ مستنيين ايمان بالقضيه بس. هل موجود؟ هل ابتدى يبقى موجود؟ انا شايف انه موجود. هل في رغبه من الدوله نفسها كحكومه؟ شافت طبعا. ده كان مهمل الحقيقه الملف ده لسنوات طويله. بص يا فندم دايما هنبقى صراحه، ودول لسان حال الواحد، طول ما التكنولوجيا دي غاليه ما حدش بيقرب منها مهما كانت مفيده، نبقى صراحه. صحيح. لكن لما بترخص هي طبيعه التكنولوجيا بتموت الاخرى. صحيح. يعني القطر البخاري فين؟ خلاص اختفى. طبعا. خلاص ليه بقت القطر في قطر تاني ارخص. واسرع وكله مزايا، وده اللي بيحصل. صحيح. ما فما في يعني فالطاقه الجديده والمتجدده افضل واسرع خلاص بتزيح. من هي تدريجيا بتموت الطاقه الثانيه. بتختفي الطاقه الثانيه، والعالم النهارده بيجري بسرعه بقى عايز يخلص عشان يبدا ان عشان من اجل البقاء. ودي القضيه الجديده اللي موجوده، وده لازم كله يجتمع مع بعض يتكامل مع بعض. هل ده ممكن ولا مش ممكن؟ لانه في بعض الدول هتقول لك لا انا ما اقدرش والله. هي يعني. طبعا الدول النفطيه بتقاوم حتى لو هي بترفع شعار، لان هو عارف ان الكلام ده هيخلي ان في دول اقتصادها قائم على النفط اصلا. بالظبط. وزي ما قلت الدول العظمى حتى امريكا بتقول بقى صراحه، حتى امريكا مش عايزه كده. صحيح. لان بقول لك دوله اقتصادها كله القيمه النقديه مرتبطه بالبرميل البترول. ففي دول طبعا هتقاوم. صحيح. فاذا الموضوع هنا الناس ما فاهم، بس بقول يا جماعه ان الموضوع هنا مش اقتصادي، الموضوع سياسي. بالظبط. انما اقتصادي مربح، ارخص طاقه النهارده في العالم الطاقه الشمسيه. بس في حاله عدم اتفاق الدول هيبقى صعب قوي ان هيبدا يعني ما حدش يقدر. لو انا عملت وغيري ما عملش، ما هو برضو الكون كله هيتضر يعني. ما انا بقى هصدر. اه انا دلوقتي الحصان الرايح عندي تصدير كل حاجه. اوكي. مصر مخرجه ما لهاش مفتاح بالازمه اللي فيها دي، والجنيه يرجع بقوته تاني ان شاء الله غير بالتصدير. صحيح. التصدير من الدول اوروبا محتاجه، الدول العربيه محتاجه، الدول الافريقيه محتاجه. فتصدير الطاقه النظيفه ده شيء، ده المستقبل يعني. ما هو طبعا ده، ان انا مش عايز طاقه احفوريه ما عملناش حاجه. بالظبط. انا عايز طاقه اكون انا اوريدي باين، ما هو عشان يبقى عندي مصانع
وعندي صناعات بتقوم وصناعات مغذية وهكذا. صحيح صحيح. وبعدين تصير لو احنا صناعة السيارات هربت مننا خدتها مننا، عشان ابقى صراحة صناعة السيارات التقليدية في غفلة من الزمن المغرب بالعرض. صحيح. قدامنا صناعة السيارات الكهربائية لسه في ايدينا، نستفيد بتجربة المغرب ونرجع نعمل صناعة السيارات الكهربائية، وده ممكن عندنا. ده جدا ما عندناش مشكلة، ما فيش مشكلة يا فندم. ما الناس والشركات دلوقتي لسه، بص حضرتك في ميزة، ما بقاش لسه في براندات جديده بتظهر، يعني يعني العربيه البراند المعروف في الطاقه التقليديه مش هي نفس يكون البراند المعروف في الطاقه الكهربائيه خالص. فعندك سوق جديد وتكنولوجيا صحيح جديده. صحيح. فده مكان جديد فرص بالظبط، لسه عندك مساحه تشتغل فيها. صحيح. مساحه لخلايا الوقود هتاخد بيها فيول سيل، تكنولوجيا مرعبه. صحيح. احنا محتاجين مشروع دي لسه ما دخلناش فيها خالص. لسه احنا اقصى بنعمل بطاريات وبطاريات قديمه. صحيح. سواء التوسع في صناعه البطاريات اللي هي الليثيوم ايون تمام، او الفيول سيل. ده اصبح برضو صناعات مهمه جدا اللي موجود. ونبقى احنا حصان ليه ما نبقاش احنا واحنا على درايه بده طبعا، يعني الحكومه المصريه على درايه. وعلى فكره الصين، بص الصين في الاخر الدول دي بيزنس. لو انت هتفيده بقول لك شركه صناعه، شركه موبايلات اهي تعمل مصنع في مصر، مصنع موبايلات وهتصنع. صحيح. طيب لو انت هتفيده هيجي يصنع معاك، هيجي يفتح ما عندوش مشاكل. وده يعني معناها انتقال النو هاو نفسه بالظبط، ما هينقله لك عشان يصنع. مهمه جدا بالظبط، مهمه جدا. بص يا فندم دايما بقولها ودي رساله من هذا المنبر يا جماعه، احنا مش عايزين ندي تسهيلات، الناس فاهمه غلط. احنا دايما بناخد بنبص على المخرجات مش المدخلات. انا عايز ابص على المخرجات مش المدخلات. احنا لما نيجي عايزين نشجع الصناعه في مصر، ندي اراضي ببلاش، نعمل اعفاء ضريبي، الكلام ده كله مش هيجيب مستثمر. الموضوع العكس، اخلق سوق المستثمر يجيك حتى لو انت اغلى حاجه. لان انا ايه مستي ان انت ما تديني كل المزايا وما عنديش حاجه اعرف ابيعها. صحيح. ما حدش وانا عندي السوق بالظبط، يبقى اخلقه. اوكي. يعني دايما حتى اقول يعني ايه، يعني اذا لما نقول لما الدوله تعلن عن مشروع قومي لأربعة خمس محطة بنبان هنعمل زيهم، حلوة. لما مشروع قومي للخلايا الوقود، لما مشروع قومي لإنتاج محطات الهيدروجين، ده اللي بقوله هتلاقي يبدأ المستثمرين يجوا لك، عشان لأن البلد فيها ميزة. أولا احنا عندنا أهم ميزة، احنا عندنا بلد مستقرة سياسيا. صحيح. ودي من أجمل الدول اللي الناس الفلوس رأس المال ما يخافش، ده برأس المال يخاف من عدم الاستقرار السياسي. صحيح. بس صحيح. والأمني. صحيح. الحمد لله عندنا جيش قوي، بلد شرطة قوية، بلد ممسوكة الحمد لله مسيطر عليها والحمد لله آمنة. ده اهم، ده بعتبره اهم بنيه تحتيه. صحيح. يتبقى شيء واحد، ان في طلب على صناعه معينه سوق. انما انا هاجي عشان تديني ارض ببلاش، طب ايه يعني ارض ببلاش؟ ممكن اجيبها في اي حته. طب ما انا هجيبها وبعد كده هبيع فين؟ صحيح. انما لما تخلق لي مشروعات كبيره، دايما بقول مثال، هيتلاقي صناعه زي حق اكبر دوله بدون ازيك بدون تحديد، اكتر دوله عدوه السلام ايه؟ الدوله اللي بتصنع السلاح. لان الدوله مش عايزه الدنيا تستقر معاها. صحيح. لان العالم لو استقر مش هيبيعوا سلاح. فهو الشغل كله زي من صراعات. صحيح. دايما يقول لك كاري فتح الاسواق اهم من التشجيع على الاستثمار. هو التشجيع ما فيش تشجيع استثمار. انت لو اعلنت الصبح عندي مشروعات قوميه كذا كذا بنظام الاكتتاب او الكلام ده، انت هتلاقي نفسك فلوس، هتلاقي موجود، وهتلاقي نفسك من بره ومن جوه. صحيح صحيح. زي قناه السويس. ميرسي يا دكتور محمد حبيبي، عزبتك معايا النهارده. بس يعني كعادته طبعا استاذنا الاستاذ الدكتور محمد الكفافي اتكلم بكعادته بمنتهى الامانه والوضوح حول المشكله العالميه. وفعلا زي ما الدكتور محمد كان بيتكلم انه الدولة اللي مش هتلحق بركاب التطور في مجال الطاقة النظيفة غالبا هتعاني اقتصاديا بشكل شديد للغاية. نشكره شكر جزيل استاذنا الاستاذ الدكتور محمد الكفافي، رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الاخضر وكبير مستشاري الطاقة بالصندوق العالمي للتنمية بالامم المتحدة. نشكرك صديقي المشاهد، وان شاء الله نشوفك في حلقة جديدة من الاقتصاد. شكرا يا فندم. شكرا.